ندد تجمع المهنيين السودانيين بقمع الأجهزة الأمنية والشرطة حق المتظاهرين السلميين على حد وصفه، ودعا تجمع الأجهزة العدلية إلى فتح تحقيق في هذه الانتهاكات المتكررة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمات العاجلة. وكانت الخرطوم وعدد من المدن السودانية شهدت مظاهرات داعية إلى إصلاح حكومة الفترة الانتقالية أو الإطاحة بها. وتأتي هذه التظاهرات بعد عامين من إسقاط الرئيس المعزول عمر البشير، وعقب إعلان موافقة الحكومة على الالتزام بحزمة إصلاحات اقتصادية طالب بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومعنا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن. شيبة الحمد، يعني يفترض بهذه الذكرى يكون هناك تعبيرا عن ما أنجز، وأيضا من المتوقع أو من المتعارف عليه أن تكون التظاهرات تطالب بما لم يكتمل بعد. يعني دعنا أكثر في أجواء هذا اليوم في السودان في ظل كل الاستحقاقات السياسية. نعم، المظاهرات حملت شعارات مختلفة هذه المرة، ربما نشير إلى أن أكدت على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية، تقديم المتورطين في كل الجرائم التي حدثت أثناء الإطاحة بحكم البشير وبعد ذلك حتى تكوين حكومة الفترة الانتقالية إلى محاكمات عادلة وناجزة. هنالك مطالب بإحلال السلام بصورة واقعية في إقليم دارفور، ومواصلت السعي لتحقيق السلام مع بقية الحركات حاملة السلاح. ولكن هذه المرة كانت هنالك لافتات تتحدث عن ضرورة اجتناب الحكومة التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتبار أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تركت آثارا عميقة في الشارع السوداني، وأصبحت هنالك ضائقة معيشية مثلما رفع المحتجون ذلك في لافتاتهم التي كان يحملونها يوم أمس. المظاهرات أيضا شهدت اصطدام بين قوات الشرطة والمحتجين الذين حاول بعضهم الوصول إلى القصر الجمهوري، وكانت الشرطة قد واجهت المحتجين الذين كانوا بالقرب من القصر الجمهوري بالغاز المسيل للدموع، وفرقت عدد من التجمعات للمتظاهرين. النيابة أصدرت بيان يوم أمس قالت فيه أن المظاهرة لم يصب فيها أي شخص، لم تكن فيها حالة وفاة مثل ما حدث في مظاهرات سابقة، ولكن تم فتح بلاغات في أكثر من 70 شخص اتهمتهم بتهم تتعلق بالإزعاج العام والإخلال بالنظام العام. تفضل نجاح. طيب شيبة الحمد، فيما يتعلق بالردود السياسية يعني الرسمية والشعبية، خصوصا بالنظر إلى يعني تقييم إنجازات الحكومة الانتقالية، هناك مواقف سياسية يعني قدمت بأنها يعني تؤتي ثمار فيما يتعلق بوضع اقتصادي أفضل، بدعم اقتصادي. ما الذي أنجز حتى الآن؟ نعم، قبل أن أتحدث عن هذا لابد أن أشير إلى أنه قبل قليل وفي إحاطة صحفية أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر بجهود الشرطة في مظاهرة يوم أمس التي وصفها بأنها كانت ناجحة، وأيضا حافظت على أرواح الناس من أن تزهق. بالنسبة للجهود الاقتصادية المتعلقة بمطالب الناس، تحدث رئيس الوزراء يوم أمس عن إعفاء الدين الخارجي للسودان، هذا أبرز ملف تراهن عليه الحكومة الآن، وقد نفذت حزمة الإجراءات الاقتصادية التي شكلت واحدة من الأسباب التي دفعت الشارع للخروج والمطالبة بالإصلاح، الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وعلى شتى المناحي المتعلقة بتحقيق العدالة والسلام والاستقرار والحرية وغير ذلك. طيب شيبة، يعني هناك تموضع في يعني الحياة السياسية للأطراف بأكثر من اتجاه بعد كل ما جرى، من سواء علاقات خارجية مع واشنطن أو حتى مع بعض الدول الخليجية، من كل الكلام عن التطبيع مع إسرائيل. الآن يعني تجمع المهنيين السوداني وحتى قوى الحرية والتغيير في أي موقف من هذه الحكومة، من حكومة حمدوك وأيضا يعني من المجلس العسكري أو الصفة العسكرية الحاكمة الآن؟
نعم، بالنسبة لتجمع المهنيين والحزب الشيوعي السوداني وعدد من الأحزاب الأخرى، هم ضد هذه الحكومة وأعلنوا في مؤتمرات صحفية سابقة أنهم سيسعوا لإسقاط هذه الحكومة. وهناك أيضا شق آخر من المعارضة في اليمين مثل حزب المؤتمر الشعبي الذي أيضا كان قد طرح مبادرة بأن تذهب هذه الحكومة وتكون هنالك حكومة تستمر لمدة عام واحد فقط تجري الاستعداد لانتخابات ويحكم هذه الفترة مجلس من المدنيين ومجلس تشريعي لمدة عام واحد فقط. هذا إضافة إلى المعارضين الذين ينتمون إلى نظام المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير. هنالك عدد كبير جدا من الأحزاب تعارض هذه الحكومة، وبالمقابل هناك مساندة لهذه الحكومة على مستوى الشارع وأيضا على مستوى الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في قوى الحرية والتغيير، إذ ترى أن هذه الحكومة تمثل البرنامج الحقيقي الذي خرج الشارع من أجله، وأنه يجب أن يتم تحمل الضغوط الاقتصادية والسياسية وبطء الانتقال الديمقراطي وصولا إلى نتيجة صحيحة وغير مختلة في نهاية المطاف بعد نهاية الفترة الانتقالية والوصول إلى صناديق الانتخابات. تمام. طب شيبة الحمد، هناك الآن يعني بالعودة إلى نقطة البداية وهي فكرة التظاهرات وكيف تم التعامل معها، الآن هناك مطالبات بيعني فتح تحقيقات برفض للقمع، هل يعني يرصد أن يكون هناك متابعة لذلك؟ فقط لنرصد أكثر نبض الشارع السوداني الآن في هذه المرحلة ومع هذه الذكرى. نعم، هنالك عدد من القضايا التي تم فتح بلاغات فيها في متهمين تسببوا فيها وتتم محاكمتهم الآن، يخضعون للاستجواب والمحاكمة والإجراءات القضائية والعدلية الطبيعية. لكن بالمقابل هنالك شكاوى من بطء العملية التي تتعلق بتقديم هؤلاء الجناة لمحاكمة وإعلان أحكام في مواجهتهم. في الأسبوع الماضي تم الإعلان عن حكم في مواجهة أحد الذين اتهموا بالانتماء للتنظيم السابق والقيام بأعمال أدت إلى مقتل عدد من المتظاهرين. بعد أن ثبت ذلك لدى المحكمة قامت بالحكم بإعدامه. ربما كانت هذه خطوة من الخطوات التي يطالب بها الشارع، وهو تقديم الجناة للعدالة. ولكن بالمقابل هنالك قضايا كبيرة مثل قضية فضل الاعتصام، ما يزال الشارع السوداني ينتظر القول الفصل فيما يتعلق بها وتقديم الجناة وتوضيح من تسبب وراء هذه الجريمة. هناك أيضا قضايا تتعلق بأحداث رمضان قبل فض الاعتصام، هنالك من يطالب بأن يقدم الجناة، ولكن اللجان التي تم تكوينها حتى الآن لم تكمل عملها بعد بحسب التصريحات الحكومية، وفي انتظار أن تكمل ما أوكل إليها من مهام، ومن ثم سيعلن عن النتائج المنتظرة. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن.